الهدف من هادشي كله هما الوليدات. ما تقدر تقول ما عطينا كاين فعلا الناس حنا عارفين هادشي ولكن دابا حنا اون تو با ديسيدي دابا حنا اون ني با طاير اون ني با بارتي حنا كنديروا غير انترميديير حنا كنحاولوا غير نقربوا وجهات النظر حنا غنجلسوا معاكم ما غنهضروا ما غنتكلموا نتوما غتهضروا هو يعطيكم الاجوبه هادشي اللي طلبنا منه حنا بغينا غير شي حاجه حنا اون با با شي واحد غير شي قال لكم ما عندكش مشكل في الرساله ديالو لا ما مشكل دابا انت كتقول شي حوايج بحال انا قلت حنا هضرنا معاك عالميه لا حنا نتسناو نمشي انا نجيب لكم تما لا راه ماشي تجيبو شريف شريف انا شوف انا الا بغيتو انا شوف انا شوف انا انسان يحترم ليا لا ديسطونس شي نجلس في الطوموبيلتي لهيه لا شوف كيتشون هذا ما نحتاجش شرط ما دير شي حاجه تخف فيها خر في القانون الله يعاونك اليوم وغدا وبعدو مرحبا هذوك اللي هذوك وهذاك بالكورونا سيدي لا هو هي ماشي وقفه احتجاجيه هي زياره محاوله يعني نتلاقاو مع اداره المؤسسه باش نتحاوروا على جوج نقاط مهمين. النقطه الاساسيه هي الفشل ديال المؤسسه في يعني محاوله انها تكيف مع فلسفه ومع سياسه ديال السياسة التعليمية اللي دارتها الدولة فيما يخص التعليم عن بعد. الدراسة عن بعد للأسف فشلت في المؤسسة ولقينا واكتشفنا بأن تحبس التعلم ولا المسيرة التعليمية ديالهم في مارس. المشكل الثاني بأنه اكتشفنا بأن مجموعة ديال الأطر التربوية اللي كتشتغل داخل المؤسسة ما كانتش ما غير مؤهله في التقييم ديالنا حنا كاباء وكتربويين كذلك من اجل يعني انها تكون تدرس في هذه المؤسسه اللي كناديو فيها مبالغ مهمه. الحاجه الثالثه هي المؤسسه اداره المؤسسه كتعامل بنوع من الحربائيه مع الاباء وبالتملص حتى من الحوار في حد ذاته اللي هو حق مشروع. والحاجه الثالثه هو التكيف مع الوضع الراهن ديال الوباء ونمشيو في اطار تخفيض ولا اعفاء من المصاريف اللي كتلزمها اللي كيلزم عليها القانون كاب وكيلزم عليها القانون كمؤسسه انها خصها يعني تمتثل ليه. اليوم كنعبروا ومازال غادي تكون يعني ربما وقفات اخرى. هذه كما قلت لك زياره فقط محاوله شرح للمؤسسه بانها على خطا وللاسف المؤسسه لحدود اليوم مازال ما عرفتش بانها على خطا وحنا كنوجهوا لها كذلك من خلال المنابر ديالكم باش تعيد النظر في تعاملها الاداري والتربوي لا مع التلاميذ ولا مع الاباء. شكرا. انا كيقراو جوج وليداتي هنايا كيقرا معاذ وسلطان. يعني احنا صراحه احنا من الساكنه اللي كان مجاوره للمؤسسه صراحه سمعتها طيبه الاطر تاعها ما شاء الله لكن الامور اختلفت ملي جاء قدر الله علينا هاد كوفيد. احنا كنا غنصبروا ولكن الاشكال اللي كاين احنا انا من ناحيتي انا مخلص العام ما كنتكلمش على الجانب المادي ولكن كنتكلم على واحد الجانب اللي هو مهم هو التحصيل العلمي. انا كنشوف وليداتي في البيت مع ان موفر لهم جميع الامور الحمد لله ولكن كيبقى خصاص كاين نقص الساعه اللي كيقراو ما كافياش طريقه التوصيل ضعيفه بزاف لان يصعب على ان الاستاذه والمعلمه انها توصل عن بعد باش نكونوا منطقيين. فكنحاولوا انا صوتي اللي كنبغيت اللي نعزر به الاباء الان والامهات هو مساله واحده ان كنحاول الله يجزيكم بخير المؤسسه كتطلب منا مساله واحده انهم يعوضونا في هذه الساعات اللي ضاعت فقط. كنتكلم على الساعات انا اللي كيهمني هو ولادي يكون عندهم تحصيل علمي جيد يعني ممكن يعوضوا ان شاء الله بعد رفع كوفيد يضاعفوا معاهم الجهد ولو بالليل ولو دروس ليليه او بالنهار ما عندناش الاشكال حتى يلتحقوا السنه الجايه ان شاء الله وما عندهمش نقص. ماشي المشكل هو ينجح خاصنا كيفاش اشنو خد معاه هذا وبارك الله فيكم. والزياره ديالنا اليوم جات على اطر بزاف ديال المراسلات للسيد المدير
اللي بالدور ديالو كان ديما عدم الرد، ما كيجاوبناش. كنا درنا واحد اللقاء في 18 افريل، كنا هضرنا معاه على قبل لونسينيومون ا ديستونس، ان الوليدات ما كيشوفوش لي ميتريس ديالهم، ما كاينش واحد التجاوب ما بين الوليدات ولي ميتريس، يعني ما كاين حتى شي استفاده من غير لي بارون هما اللي كيديروا لي زيفور وكي كياخذوا لي كور من لي مانيوال ومن الانترنيت وداكشي، وكنحاولوا اننا باش نخليوهم على ديك الوتيره ديال الدراسه. الوغ منين تلاقينا معاه عاد طلبنا منه انه يدير لينا لي كور فيا زوم، وقال لينا راه كاينين بزاف ديال لي بارون اللي ما باغينش هاد القضيه. الوغ حنايا كنا واحد الجروب اللي فيه تقريبا 250 اب وام، وكل واحد عنده جوج وليدات، ثلاثه ديال الوليدات، يعني كنا واحد العدد اللي زعما لا باس به. الوغ من بعد الرد ديالو كان عباره عن اتصالات من طرف الحسابات، كتعيط للناس كتقول لهم اجيو اديو الواجب اللي هو 100%. وهذا الواجب راه داخلين فيه بزاف ديال الاعتبارات، داخلين فيه لي زاكتيفيتي باراسكولير اللي هما ما بقاوش كيداروا، داخلين فيه بزاف ديال الحوايج اللي ما بقيناش كناخذوهم، من بينهم لي فري دو ترونسبور ولا كونتين. ومنين تصدر القرار ديال الوزير قلنا ليه الله يجازيك بخير، راه حنا حتى في ازمه، بغينا الغومبورسمون ديال هاد لي فري. اشاك فوا تيقول لنا فان داني، كل مره تيعطينا هضره. ديرنييرمون قال لنا ما كاينش، الناس اللي ما غاديش يتسجلوا معايا العام الجاي راه ما غنعطيهم حتى شي حاجه، والناس اللي غادي يتسجلوا معايا العام الجاي نقدر ندير لهم ان غوميز في لي فري دو ريانسكريبسيون. الوغ حنا جينا الان بغينا نشوفوا حل هاد المشاكل ديالنا، والحمد لله حنا دي بارون راه حنا زعما ماشي جايين باغين الحوار الودي، هادشي اللي كاين. وعندي واحد النقطة بغيت نضيفها، هي أن البارح توصلنا بأن بلانينغ دي زيفالياسيون بوغ لا سومين بروشين، وكاينين معنا دي بارون اللي الوليدات ديالهم قطعوا عليهم الزوم حيت ما مخلصينش لي مونسواليتي، ماشي حيت هما ما بغاوش يخلصوا، حيت هما تيشوفوا أنهم يعني 50% راه كافية لهذاك، يعني بحال قلتي راه حنا تقاسمنا الصبر مع المدير، قلنا له فوالا انا كنهضر على لوكا ديالي انا اللي مخلصه لا توتاليتي، مي كاينين دي بارون اللي باقي لهم شهر 3 و4 و5، قلنا ليه كوم كوا اننا غنخلصوا 50% على هاد لا كاليتي دو سيرفيس اللي كناخذو. ديجا راه تقاسمنا معاه الصبر. تصدمنا في هاد لي كور فيا زوم بلو نيفو ديال لي ميتريس اللي كان صراحه مستوى شويه ناقص. الوغ ما فهمتش انا كيفاش غادي نديروا هاد لي زيفالياسيون ان الوليدات ديالنا ما شادينش بزاف ديال لي كور، يعني ما وديجا القرار ديال الوزير كيما فاش صدر القرار ديالو كوم كوا راه النجاح غادي تحتسب على المراقبه الحضوريه، ما فهمتش انا هاد لي زيفالياسيون سور كيل باز، هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.